ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلصنا الجافا ايه، شرحناها بكورساتها لغاية الويب سيرفيس. تمام، قلنا ان احنا لغاية هنا نقدر نعمل ايه، ويب ابليكيشن، لا اما بالسيرفيس وجي اس بي، تمام، لا اما بالسيرفيس جي اس بي وجي اس تي ال، ده ممكن تعمل بيهم ويب ابليكيشن او تعمل بالجي اس اف. بعد كده خدنا الهايبرنيت والويب سيرفيس، شفنا الايه، شفنا الكورسات الخاصه بيها وكله تمام، ما فيش اي مشكله. نيجي بقى على اخر بوينت في الجافا اي اي، وهي السبرينج. السبرينج ده يا جماعه ده فريم ورك تقدر تعمل بيه ديسك، قصدي تقدر تعمل بيه ويب ابلكيشن. جميل، السبرينج لذيذ ولطيف، تمام، ويعني ايه، معظم الشركات بتحول من سيرفيس جي اس بي وجي اس اف لسبرينج. يعني في شركات بتشتغل سيرفيس جي اس بي، تمام، وجي اس اف، لكن معظمهم بيشتغلوا سبرينج، ومعظمهم بداوا يحولهم لسبرينج. ليه بداوا يحولوا لسبرينج؟ ده كله هتشوف مشروع في الكورسات، هتاخد اوفر فيو عن السبرينج وليه السبرينج وعشان ايه السبرينج، وهتشوف الفيتشرز اللي في السبرينج وكل حاجه موجوده في السبرينج هتشوفها باذن الله. طبعا السبرينج، تمام، فيها كم توبيك؟ 6 توبيك: سبرينج كور، سبرينج داتا، سبرينج ام في سي، سبرينج ريست فور اي بي اي، سبرينج بوت، وسبرينج سكيورتي. دول 6 توبيك ان شاء الله هنشرحهم مع بعض وهنشوفهم مع بعض، وبعديها هتلاقي بروجكتات لذيذة ولطيفة ما فيهاش أي مشكلة. تمام جدا، عاوزين بقى نشوف الكورسات الخاصة بالسبرينج. تمام، ما فيش أي مشكلة. فدلوقتي هنخش بقى على الكورسات. أنا بس عاوزك تركز معايا، تمام. إحنا قلنا إن السبرينج يعتبر الستة توبيك دول، تمام. أنا الستة توبيك دول شارحهم هنا، انا شرحهم على القناه عندي في لسته اسمها سبرينج فريم ورك، تمام، شرحهم اهو، هتخش عليها وتشتغل وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، ما فيهاش اي مشكله. تمام، طبعا هسيب لكم اللينك ده ايه تحت في الديسكريبشن. تمام، ده ايه، ده السبرينج كله يا جماعه. يعني السبرينج كله لو دخلت هنا خدتها واحده واحده هتلاقي ترتيب التوبكس ورا بعض، ترتيب الدنيا ورا بعض. لو انت واحد ما ذاكرتش سبرينج خالص، انصحك تخش على البلاي ليست ديت، ركز معايا عشان ما تتلخبطش. يعني انت لو واحد ما عندكش اي فكره عن سبرينج، خش على ايه، على سبرينج فريم ورك، هنا هتلاقي كل حاجه مترتبه والفيديوهات بتاعت بعضيها، وهتلاقي الدنيا ماشيه تمام معاك. واحد تاني يجي يقول لي طب بص، انا مخلص السبرينج كور، تمام، والسبرينج ام في سي، عاوز بس السبرينج داتا والسبرينج ريست فور اي بي اي والسبرينج بوت والسبرينج سكيورتي. هقول لك تمام، مفيش مشكلة. أنا هنا كل توبيك هنا فاصل فيديوهاته في ليستة لوحدها، أهو السبرينج داتا، السبرينج كور، السبرينج ام في سي، السبرينج سكيورتي، كل توبيك من دول فاصلهم في بلاي ليست لوحدها. هسيب لكم لينك كل توبيك لوحده برضو عشان كل حاجة تكون ماشية معاك. تمام، حلو. إذا عندنا السبرينج ليها بلاي ليست متجمعه فيها بالترتيب، ونصحتك لو انت واحد شغال، قصدي ما ذاكرتش سبرينج خالص، تخش على ديت، مالكش دعوه بدول، خش على ديت هتلاقي ترتيب الفيديوهات ورا بعض، هتذاكرها وهتلاقي الدنيا بسيطه وسهله ان شاء الله. طيب لو انا عاوز اذاكر بس توبكس معينه، انا مثلا واخد اول 3، تمام، واخد اول 3 وعاوز اخر 3، او انا واخد واحد مثلا دول وفاضل اخر 2، فانا قلت لك كل حاجه فاصلها هنا في لستة خاصة بيها، تقدر تخش تاخد التوبيك مستقل عن ذاته بدل ما تخش هنا وتقعد تدور. حلو حلو كده يا جماعة، السبرينج يعتبر فينيش، عرفنا الكورسات بتاعته اهي، تمام، والكورسات هحطها تحت في الديسكريبشن. خش في الديسكريبشن، اتك على رابط الكورس هيجيلك على طول بدل ما تخش على القناة او تقعد تدور، هتلاقي اسهل لك تحت في الديسكريبشن. تمام، تخلص دول وتخلص السبرينج كده، انت ايه، شخص ذاكرت سبرينج
وذاكرت الدنيا ماشيه ازاي. واحد يقول لي مش عاجبك، مش عاجبني، مش عاجبنك، مش عاجبني ايه كورساتك، هقول لك بقى ما عليك انك تخش مثلا، خلينا نفتح القناه ديت، هتلاقي القناه دي عليها حاجات برضو كويسه للسبرينج، خش على القناه ديت، هسيب لك برضو الرابط ده تحت في الديسكريبشن، هتلاقي فيه حاجات ممكن تلاقي في السبرينج تمام، لان انا بصراحه مش لاقي على اليوتيوب حاجه كويسه للسبرينج، وانا ما ذاكرتش السبرينج من على اليوتيوب، انا ذاكرته من على يوديمي وكورسيرا، وذاكرت من ايه، من التيتوريال ذات نفسها بتاعت الايه، بتاعت السبرينج. يعني دخلت هنا وكتبت سبرينج توتوريال، وكنت بقرا عشان اعرف المعلومه بشكل ايه، بشكل كامل شويه عشان اعرف ايه اقدمها تمام. فانت اللي يريحك، انا وريتك برضو الدنيا ما فيهاش ازاي على القناه تمام كده. انت تخلص دول السبرينج والسبرينج كور زي ما قلت لك كده، انت معاك ايه، معاك السبرينج كلها ان شاء الله. ولو لقيت حاجه في القناه مش عاجباك، هنا اهو قصدي يعني لقيت حاجه في القناه مش فاهمها او عاوز تفهمها، او في بوينت في اي كورس من اللي انا اقدمه حابب تستفسر فيه عن حاجه، مفيش اي مشكله برضو نخش نتكلم وندردش ونوصل لافضل حاجه كده. يا جماعه انا خلصت الجافا اي اي تمام، خلصتها بكورساتها بكل حاجه. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيديو مهم جدا جدا جدا، لاننا هنشوف ازاي هنشتغل على البروجكتات بتاعتنا، وايه البروجكتات اللي نشتغل عليها عشان اقدر اعمل بقى بعديها السي في واقدم في اي كومباني ان شاء الله باذن الله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.